خساره بجدتك. لا انا اللي عامله له اكل. يا ميمي مالك متعصبه كده ليه؟ معاش اللي يزعلك. يوه طب وانتي عرفتي منين يا سعاد؟ من اللي كاتباها الفيس، الناس كلها واخده بالها. استني عليا، هو انا لسه عملت حاجه؟ فيس عايزه اقول لكم يا جماعه ان صاحبتي خانتني، خانتني مع الراجل اللي كنت عايزاه وخلاص قربت اكسبه. خدوا بالكم، حرسوا منها، اول ما تشوفوها ابعدوا اللي بتحبوه احسن تخطفوا منكم. انا بقول لك اهو يا صاحبتي، صاحبتي عمري ما هسامحك، مش مسامحاكي ابدا ابدا، لا دنيا ولا اخره. كده بقى نولع على الاكل.